يا كان سابقا ان اليد عند الحصان هي الخشمه والفم. الانسان كبشر اي شيء يسويه بجسمه عاده يكون له علاقه مباشره بطريقه تصرف يده. مثل لما تبغى تثبت شيء شخص او تتحكم فيه اول شيء تسويه تمسك يده تلويها حتى ورا ظهره عشان تثبته. حاولت تثبت يده بالشكل الصحيح تحكمت فيه كامل، وحاولت تثبت يده بالشكل الخاطئ اشتغل هو حركتك عليك وما قدرت تتحكم فيه او فقدت السيطره عليه. هذاك في الخيط حصان اليد عنده او اللي يوازي يدك كبشر هي خشمه او فمه، لان فمه بالذات او الجزء الامامي من رقبته خلينا نقول هو اللي يتحكم كامل جسم الحصان. يعني تحكمت بفمه بالفعل او خشمه تحكمت بكامل جسم الحصان. يصير انك لو حاولت تسوي عن طريق القوه زي استعمال اللواشه او الاعتماد على الشكيمه نفسها بدون ما يكون انت عندك دقه كافيه، يعني استعملت القوه على الخشمه او الفم، مع الوقت يقاومك يعرف انه اقوى منك فيستغل الموضوع عليك. يصير كانك حاولت تثبت شخص بيده بس اقوى منك وثبتته خطا فحاسك. لكن لما تحاول تحكم بالفم والخشم عن طريق التحكم بالتوازن والتحكم بتوازن الحصان كامل، في الحاله دي انتهى بك المطاف انك متحكم بالحصان تحكم تام. كانك تحكمت بجسم الشخص كامل عن طريق التحكم بذراعه او يده بشكل صحيح. فخشم او فم الحصان زي اليد عندك في الجود في الركوب وفي لغه الجسد. نتعامل مع الحصان بلغه جسد، تدرب منه تلمسه الى اخره، تلاحظ كل شغله اللي بيسوي بجسمه له علاقه بحركات خشمه وفمه. لو قدرت تعرف وين بيروح الخشم والفم قبل ان يروح للمكان اللي ناوي يروح له، ما قدر يطقك برجله او يرفسك او يضرب جسمه يدفك الى اخره. فالتحكم بالحصان هو التحكم بتوازن الحصان، ولا يمكن يتم التحكم بتوازن الحصان تحكم فعلي بدون تحكم بخشمه. زي البشر لما تحكمت بيده لن تستطيع التحكم بتوازن، تقدر تطرحه او تثبته، لكن طالما ان يده حره يستطيع يضربك بيده مثلا او يمخشك او يمسك عينك او يشد شعرك الى اخره.